فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول عندنا في فرنسا تباع ألبسة عليها علامة تجارية أو ما يسمى بالماركة، مالكها ممن يتعامل باللواط، فهل يجوز شراء تلك الألبسة وأن ألبسها؟ اللي عليه شعار الكفر لا يشترى، عليه شعار الكفرة أو شعار دينهم كالصليب لا يشتري ويلبسه، أما مجرد عليه ماركة علامة تجارية فقط فلا بأس بذلك، لأنها ليست علامة كفر ولا شعار كفر، إنما هي علامة تجارية فقط، ولو كان اللي صنعها كافر أو فاسق، أو هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.